كيلومترات. الحاضر معنا هنا على أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع هملول. سعود بن محمد بن ناصر الشامسي من يقدم لنا هملول على المركز الأول، المركز الثاني، القدوم على ثاني، التحديات مع مياس، صالح بن العبد بن دعيفيس ألوهي به القادم على المركز الثاني، المركز الثالث، القدوم مع أديم، سهيل بن خيرات بن الدودة العامري، والمركز الرابع، المركز الرابع الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري من يقدم لنا انطلاقة الأشهب، بينما المركز الخامس الوصول مع انطلاقة متعب لسيد محمد بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري من يتقدم في هذه اللحظات ويعلن تواجد شعار بالحلوس. أيضا قدوم وانطلاق والتحديات من قبل بدران أحمد بن جمعة بن مطر بن مصبح الخيل من يقدم لنا بدران القادم في هذه اللحظات على المركز السادس وسابع. التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، من بدأ بالتسلل شمعدان شملان بن جمعة بن شملان الطنيجي من يقدم لنا انطلاقة شمعدان، وإذا هنالك المتسلل المنطلق في هذه اللحظات والمعلن عن تواجده المميز ملبي لسيد سالم بن حمد بن سالم العويسي من يقدم لنا ملبي، وأيضا الوصول والانطلاق مع لبيب سلطان بن حمد بن عبيد بن حضير من الكتبي من يقدم لنا انطلاقة لبيب. الذيب لسيد عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي هو القادم في هذه اللحظات على المركز الثامن، بينما تاسع التحديات البدر لسيد حرام بن راشد بن سيف الغفلي، والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك بروفين شاهر بن احمد بن محمد البطحري هو القادم مع انطلاقه بروفين، وايضا المركز العاشر اختم به النداء هنالك الصيرمي سالم بن محمد بن علي بن خميس العمري متواجدا على المركز العاشر. هكذا هي النتيجه للعشره المراكز الاولى في ندائنا الاول لهذا الشوط. العوده الى المقدمه، العوده الى الصدارة، من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط؟ هملول سعود بن محمد بن ناصر الشامسي منذ البداية وحتى هذه اللحظات مسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط باحثا عن الناموس الغالي. المركز الثاني الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري من يقدم لنا انطلاقة الأشهب، الحضور مع هنالك شعار معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي من يتقدم الآن، من يعلن عن تواجده المميز. نتابع هنالك الوصول مع الذيب عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي هو القادم في هذه اللحظات، ايضا مايهاب اول نداء لانطلاقه مايهاب حمدان بن راشد بن ناصر الدرعي هو القادم في هذه اللحظات، ولكن العوده الى المقدمه، العودة إلى الصدارة هملول والأشهب، الأشهب وهملول وجيس قادم في هذه اللحظات، ولكن الأشهب انطلق الأشهب على الصدارة على التحديات الأولى. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وهنالك الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة، أيضا الوصول والانطلاق مع الصيرمي سالم بن محمد بن علي بن خميس العمري هو القادم على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام متوج طرج بن محمد بن فارع بن حموده الظاهري من يقدم لنا متوج في هذه اللحظات. بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقه المميزه، ولكن العوده للمقدمه الاشهب على المركز الاول، شعار بن حموده قادم، شعار بن فارع من يتواجد في هذه اللحظات، متوج لسيد فرج بن محمد بن فارع بن حموده الظاهري. الامتار الاخيره يا سلام مع جوله التحديات ال 400 متر الاخيره يا بن حموده ينطلق مع الناموس ومع الفوز والانتصار، ما شاء الله تبارك الله.
متوج لسيد فرج بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري وهو المتوج بهذا الشوط، ولكن حذاري ماي هاب الدرعي حمدان بن راشد بن ناصر الدرعي الأمتار الأخيرة بن حموده والدرعي، الدرعي وبن حموده لمن الناموس ولمن الفوز والانتصار، ولكن بن حموده خط النهايه. تهانينا والناموس لمالك متوج فرج بن محمد بن فارع بن حموده الظاهري، المركز الثاني ماي هاب حمدان بن راشد بن ناصر الدرعي، والمركز الثالث جيس لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي، المركز الرابع الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم العامري، والمركز الخامس كان الوصول مع انطلاقة الصيرمي سالم بن محمد بن علي بن خميس العمري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك متوج فرج بن محمد بن فارع بن حمود الظاهري على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظة فوز متوج المتوج في هذا الشوط سيد فرج بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري. لنتابع هنا التوقيت الزمني كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لهذه التحديات. هنا التوقيت الزمني 6:02:07. تهانينا والناموس، المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات مع ماي هاب حمدان بن راشد بن ناصر الدرعي 6:02:08. تهانينا والناموس، المركز الثالث وصل جيس لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي 6:03:09. تهانينا والناموس، المركز الرابع وصل الأشهب بتوقيت زمني 6:05:07. ملك سيد سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري، والمركز الخامس مشاهدينا متابعي الكرام الصيرمي 6:06:07. توقيت الصيرمي لسيد سالم بن محمد بن علي بن خميس العمري. تهانينا والناموس. مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء نتواصل معك.